اليوم يعني الحفل ديال التنصيب ديال رجال الشرطه في اطار هذيك الحركه اللي دارت على مستوى اللي تجاوزت تقريبا ما يناهز واحد 1000 ديال القياد وديال البشوات. اليوم كيتلاحظ بانه كاين شباب كقياد جدد، نتمنى انه المفهوم الجديد للسلطه زائد انه المفهوم الجديد للسلطه الانطلاقه ديالو اللي عطاها جلاله الملك، خصوصا ملي كنتكلموا على الاحصاء العام وعلى واحد الدفتر اللي كيكون فيه هذاك الاحصاء العام. نتمنى انه من رجال السلطه الجدد انها تكون تعطى واحد الديناميه اللي من بعد التوقف ديال سنتين ديال كورونا لاحظنا انه كاينين شباب جداد طبعا بالتنسيق مع المجتمع المدني ومع المنتخبين ديال منطقه عماله الدار البيضاء انفا اللي غتعطاها واحد الديناميه اللي هي جديده. اليوم كان مفهوم ترسيخ للمفهوم السلطه في التغيير للرؤساء الدوائر والتجديد ديالهم، كنظن منطقه انفا امس الحاجه تجديد النخب ديال السلطه على رسم رؤساء الدوائر، ولكن كما تعرفوا المجتمع المدني دائما كيكون قريب من هذه العمليات، وبالتالي كنتمنوا هاد الناس اللي جاوا يكون يعني عندهم واحد البادره طيبه ويعرفوا منطقه انفا ماشي منطقه سهله، منطقه انفا صعيبه وكنظن ما تكونش ثقيله عليهم، لانه الناس الاولين اللي مشاو رؤساء الدوائر اللي غادروا خلاو واحد الطبع جميل وجميل جدا وكرسوا مفهوم للسلطه في الواقع، وكان واحد التجاوب كبير بين المجتمع المدني وبين الساكنه وبين المجتمع المدني والسلطه، وحتى الديول الايله السقوط يعني كانوا واحد الدبلوماسيه بواحد الاجواء كانت مرضيه بدون يعني ذاك المفهوم اللي كنا كنعرفوا السلطه ديال ذاك القوه، ولكن عندهم ما بقاتش، وبالتالي كانوا واحد الناس اللي في المستوى كبير، وهذا هو اللي كنتمناو. كنتمناو هاد الناس اللي جاوا جداد حتى هما يكونوا خير سلف، علاش؟ انه هو منطقه سيدي بريوخ او منطقه انفا خاصها ناس اللي يزيدوا، والدار البيضاء خاصها رجال يدفعوا بها، وكنظن الخير غيكون في هاد الناس اللي تعينوا اليوم جداد على راسهم القائده الميناء اتاي الله يوفقها. الميناء انه هو منطقه حساسه وكبيره وما تكونش ثقيل عليها، غير اللي اهم حاجه هو الترسيخ لمفهوم السلطه والمشاركه على الواقع، تاسس على الواقع، وبالتالي مدينه الدار البيضاء راهي بخير وانفا بخير، وكنتمنى هاد الرؤساء الدوائر جداد غيكون فيهم الخير. علاش كاين الخير؟ على حتى الشوفه ديالهم مبشوره. كنتمنى على الله الخير لانفا وعماله انفا وتسير، واهم حاجه هما ديال الاله السقوط اللي كيخصهم يعاجلوا بهم ويبادروا بهم في اقرب وقت، انه كتعرفوا الفصل ديال الشتاء هو جاي وما نبغيوش نشوفوا الارواح والديور يطيحوا، ولكن هذا باش غيجيب المفهوم ديال هاد الناس بالتعامل مع الساكنه ومع المجتمع المدني باش نستطيعوا كل هاد الناس يتهجروا ويمشوا الاماكن ديالهم والسكنه ديالهم اللي تليق بهم.